عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. اليوم عندنا هاد لاماشين سانجا لا 360، واليوم الموضوع نتاعنا راني درت بليزيور فيديو على جال هاد المشكل وجميع لي ماشين اللي يحملوا لابورت كانت كيما هادي اللي راكم تشوفوا فيها. لي ماشين اللي جميع اللي يحملوا هاد لابورت كانت كان واحد المشكل راني هضرت عليه بليزيور فوا ونزيد ناكد عليكم، وكان الناس اللي ما شافوش الفيديو غادي نعاود له وتشوفوا جميع لي ماشين اللي يحملوا هاد لي بورت كانت اللي راكم تشوفوا فيها. كما هاد لا ماشين جاتني اليوم كما راكم تشوفوا، غادي تشوفوا هنايا لا بورت كانت نتاعها ولا كانت نتاعها. غادي نحل هنا، فوالا هادي حاجة سهلة باش تقلعوها كما بالطريقة. فوالا عندكم هذا اللي فيكسي لابورت كانت كما هكذا، غادي نديرو له كما هكذا باش تعاود تنجمو تخرجو لابورت كانت. غادي انا نخرج لابورت كانت، فوالا هي طريقة سهلة. فوالا دونك هنا كان ملاحظة الأولى وهي لاكانيت. لاكانيت ماشي هادي اللي ديروها في هاد لابورت كانيت. هاني داير بليزيور فيديو، هادي ما تخاديش تخيط لكم ودير لكم المشاكل في لاماشين تاعكم. هادي راهي كبيرة اللي راكم تشوفوا فيها، وكاينة تاع بلاستيك كيفها تاني كبيرة، وهادي اللي تجي لهنايا هادي تجي صغيرة كيما راكم تشوفوا فيها. فوالا هادي راهي كبيرة كيما راكم تشوفوا، هادي ما تخدمكمش في هاد لابورت كانات. كي ديروها هنا غادي الخيط يدور لكم هنا ويدير لكم مشكل، ما غادياش لا ماشين تخيط لكم. ما ديروش هادي في هاد لابورت كانات، لازم ديرو هادي اللي راكم تشوفوا فيها تجي فوالا كيما راكم تشوفوا. وهاد لابورت كانات اللي قلعتها دروكا فوالا راهي مهرسة كما راكم تشوفوا. هاد لي بورت كانت كي غادي يترسو من هاد البلاصة، ولا كما غادي نوريكم من هاد البلاصة، ولا أي بلاصة غادي تهرس من لهنا ولا من لهنا، الخيط غادي يحصل هنا ويتقطع لكم، تولي تقطع الخيط. لازم توجو تأكدوا وتروحوا تشريو واحد كما هادي اللي غادي نوريها لكم. فوالا تكون جديدة ماشي بسومة بزاف، وراهم كاينين في السوق، هادو راه كاينين في السوق. فوالا لا كاينين في السوق هادي، وتوجور تشريو لا كانت نتاعها. فوالا فوالا كي تروحو تشريو لا كانت نتاعها بهاد الطريقة تجي. وما تشريوش هادي راهي كيفها بلاستيك تحسبوها هي، لا هادي تكون طالعة هنا وتحكم لكم الخيط في هاد البلاصة. لازم تشريو لاكانيت نتاع لابورت كانيت هادي اللي راكم تشوفوا فيها. وهاد الموضوع اللي يدير لكم مهم جدا، الناس اللي ما تعرفش لازم توجور تأكد لابورت كانيت ما تكونش فاسدة، ما تكونش كما راكم تشوفوا دروك هادي فاسدة. هادي ما لازمش تديوها للاصلاح، تشريو هادو بوحدكم وديروهم تاكدوا من لابورت من لاكانات ولا بورت كانات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.